يا اهلا وسهلا يا فندم، نورتيني. خير؟ خير ان شاء الله. انا عرفت ان حضرتك المحامي بتاع الكابتن فارس في قضيه المخدرات. اه فعلا، انا وزميلي في المكتب ماسكين القضيه. عندك قضيه شبهها؟ اعوذ بالله، وانا شكلي كده ولا ايه؟ انا بس كل الحكايه ان انا عندي معلومات، شويه معلومات مهمه تخص مرات الكابتن واخوها. المعلومات دي هتفيدك قوي. وانتي ايش عرفك بمرات الكابتن فارس؟ وبعدين هتستفيدي ايه من الكلام ده كله؟ ممكن اعرف؟ ممكن ادخن؟ اتفضل. ميرسي. انا بس كل الحكايه ان انا من جمهور الكابتن. ومراته اللي عامله لنا فيها فنانه للاسف كانت جارتي، بس زمان قوي، وتقدر تقول كده ان انا اعرف كل تاريخها الاسود. انا زي كل الناس قريت القضيه في الصحافه طبعا، بس انا بقى عندي معلومات بتقول ان هي ورطته في القضيه. بصراحه انا لقيتها كلمه حق ما اقدرش اكتمها، وانا كلمه الحق لو كتمتها ازور اموت. يرضيك؟ والله لسه الدنيا بخير ما دام فيها ناس بتساعد الناس زي كده. قولي كل اللي عندك وانا سامعك. انا هوتي مظبوطه.